اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيفي وضيفكم الوافد الجديد من وادي دجله للنادي الاهلي عبد الرحمن رشدان، لاعب النادي الاهلي الحالي ولاعب منتخب مصر للشباب ولاعب منتخب مصر الاولمبي. وهي دي السياسه اللي بدا يركز عليها لجنه التخطيط والنادي الاهلي، انه يضم عناصر مميزه من قطاعات ناشئين اخرى للنادي الاهلي، ودي سياسه ممتازه هنشوف ان شاء الله صداها خلال السنتين ثلاثه القادمين لما نشوف اللعيبه دي مميزه بتلعب مع الفريق الاول وايضا في منتخب مصر الاول. منورنا عبد الرحمن. بنورك يا كابتن، طبعا شرفت بوجودك بوجودي مع حضرتك هنا في البرنامج. اولا بنبارك لك على انضمامك للنادي الاهلي، الله يبارك في حضرتك. خطوه مهمه جدا في حياتك. طبعا خطوه مهمه جدا تكون النادي الاهلي، مع انها كانت خطوه صعبه بس الحمد لله يعني ربنا وفقني في الخطوه دي، وخطوه كويسه طبعا. ايه صعوبتها؟ صعبه ليه؟ تفاوضات يعني كانت رايحه جايه؟ تفاوضات قعدت كتير قوي، فبس الحمد لله تمت على خير يعني. التفاوضات كان معايا كريم الدبيس وهو انتقل معاك من نادي دجله، قال لي كان في مفاوضات من فتره. من سنتين. انت برضو في نفس المفاوضات مع كريم؟ كان في كلام كده ومن سنتين يعني، حتى كانوا بيتابعوني يعني. بس الحمد لله السنه دي تمت يعني الحمد لله. طب قول لي مين اللي كان بيتابعك من سنتين وحاطط عينه عليك عشان يجيبك النادي الاهلي؟ هو كان في كباتن كتير يعني، كان اخر كلام كان كابتن شرف اللي ماسكنا دلوقتي في كابتن فرقه محمد 2003. شرف. كان كلمني اول ما رحت الفرقه، قال لي اللي احنا كنا متابعينك وانا اتفرجت عليك من سنتين وكنا متابعينك يعني في النادي كله بيتكلم عليك كويس، واحنا الحمد لله السنه دي يعني الصفقه تمت وعايزينك كده ان شاء الله تشد حيلك يعني معانا. المفاوضات بقى لما تمت المرة دي، مين الأول واحد اتكلم معاك أو فتح المفاوضات مرة تانية؟ كان كابتن أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي. كلمك؟ كان كلمني، كان كلم وكيلي وقال له ان احنا عايزينه في النادي، ووكيلي اتواصل معايا. كنت انا في المنتخب في السعوديه في بطوله الشباب، العرب. بطوله العربيه. فقال له ان هو بعد ما يرجع مصر هنظبط ونقعد يعني مع بعض، والحمد لله رجعت وقعدنا والصفقه تمت على خير يعني الحمد لله. اديت انت بطوله كبيره لسه هنتكلم عنها باستفاضه دلوقتي، بطوله العرب دي اللي فتحت المفاوضات بقى بجديه مع ايوه النادي طبعا، الاهلي. ايوه بطوله العرب يعني كنا كلنا على اعلى مستوى، حقيقي وكل واحد يعني في البطوله دي بعد البطوله في كذا حد راح كذا نادي يعني بعدها. شعورك بقى سنتين المفاوضات فتحت كان فيها صعوبه، المفاوضات فتحت تاني ربنا سهلها والدنيا مشت، شعورك بقى خلاص بقى بعد ما اصبحت لاعب في النادي الاهلي؟ لا طبعا شعور يعني بساطه ما تتوصفش طبعا بوجودي في النادي الاهلي. حلم لاي لاعب في مصر ان هو يكون موجود في نادي الاهلي، طبعا نادي كبير زي نادي الاهلي حلم لاي لعيب في مصر ان هو يلعب فيه، والحمد لله انا حققت حلم من احلامي يعني. والاسره بقى اكيد انضمامك للنادي الاهلي مش فرحتك بس، ايوه طبعا. الاسره كمان بقى. لا الاسره كلها وبلدي كمان يعني، احنا كل بلدي هناك اهلاويه كلهم طب قول لي يعني. انت منين عشان الناس تبقى برضه معانا. انا من ابو النمرس، ابو مدينه ابو النمرس النمرس، محافظه الجيزه. الجيزه. مظبوط. فرح كبير داخل الاسره. طبعا كلهم مبسوطين، والدي ووالدتي واخواتي يعني كلهم طبعا مبسوطين الحمد لله. طب تعالى عملنا تقرير كده مع اسرتك، طبعاتهم بقى وشعورهم بعد ما ايوه طبعا. انضميت للنادي الاهلي. جاهز معانا التقرير؟ طيب تعالوا نسمع. وبيحب الكوره يعني، بدا الموضوع ده في اخوه الكبير صلاح ما شاء الله برضك، راح مزرعه دينا وراح المقاولين، واخر حاجه كان في النادي الاهلي بس ما حصلش نصيب يعني. وابوه وهو صغير كده يعني عنده سنتين هو اللي بيدربه قبل ما يودوهم نادي يعني، وبعد كده بدا في عبد الرحمن برضك وهو صغير نفس الموضوع، وبقى يشجعه ما شاء الله يعني، هما الاولاد طالعين لباباهم يعني. وعبد الرحمن ما شاء الله يعني لاحظنا فيه اللي هو يعني مثلا لعيب كويس في المقاولين برضك، عمل بطولة كويسة وفي وادي دجلة وراح الفريق الأول، وكان حلمنا بقى طبعا النادي الأهلي كمان النادي كبير في مصر وفي أفريقيا، وراح نفسي قوي قوي يعني في الفريق الأول يعني عن قريب بإذن الله. إنسان محترم وحنين قوي يعني مع الكبير والصغير، كويس يعني ما تعبنيش بصراحة في تربيته يعني. أقول له ربنا يوفقك يا رب ويحقق لك أمالك وطموحك
وزي ما انت بتمنى اشوفك، ده اللي بتمنى من ربنا. طبعا ان عبد الرحمن يكون في نادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا. النادي الاهلي من اكبر الانديه في مصر وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا، فطبعا دي حاجه كبيره احنا حلمنا بيها كلنا ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي، وشرف عظيم جدا ان هو موجود في النادي الاهلي. وطبعا صاحب الفضل بعد ربنا في اللي احنا فيه ده هو الحاج رشدان والدنا، ودلوقتي هو في السعوديه يعني بتمنى له يرجع بالف سلامه. طبعا هو اللي فضل ورا عبد الرحمن لحد ما ان شاء الحمد لله بقى في النادي الاهلي، هو اللي تعب معاه وكان بيسهر معاه وبيروح معاه، طبعا بيوديه النادي وبيجي معاه وكان على طول داعم ليه. ومش بس كده، كان في اوقات طبعا بياخده كتير جدا بيمرنه على الحاجات السلبيه اللي كان بيعملها، وكنا على طول بنقوله على الحاجات الايجابيه ان هو ايه يزود فيها والحاجات السلبيه ان هو يغيرها. والحمد لله كل انديه مصر اتكلمت عليه الفتره اللي فاتت، بس طبعا اول ما جالنا مكالمه من الكابتن امير توفيق ان هو يبقى في النادي الاهلي طبعا كانت حاجه كبيره جدا، ونسينا كل حاجه ومشينا ورا النادي الاهلي. والحمد لله هو دلوقتي في النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ان هو يبقى الفريق الاول، ويبقى النادي الاهلي ده بوابته للمنتخب الاول ان شاء الله. وان شاء الله المرحله الجايه باذن الله بعد الفريق الاول ويحقق بطولات من النادي الاهلي ان هو يحترف في اكبر انديه في اوروبا باذن الله. هو عبد الرحمن بيميل شويه للاعب اللي بيحب يلعب برجله كتير، يعني هو مش مدافع بس، لا هو بيحب يبدا الهجمه من تحت، فعشان كده هو مثلا بيفضل كابتن احمد حجازي ده في مصر. بره مصر بيحب طريقه فان دايك في لعبه في الكوره وهدوءه، وفي قوه في القوه برضه بيفضل راموس. انا مش اخته بس، انا مامته بعد ماما طبعا، انا امه الثانيه. وهو عبده طبيعي حنين جدا وكويس جدا معانا كلتنا، واتمنى عبده اللي هو يحترف بره مش في النادي الاهلي بس. هو يعني لاعب كبير جدا، واحنا فرحانين قوي اللي هو طبعا راح النادي الاهلي، نادي كبير طبعا في مصر وفي افريقيا، وان شاء الله نتمنى ان يكون هو فاتحه خير عليه ان شاء الله، ويروح انديه بره ويلعب باذن الله في كاس العالم. هو اخي، هو اصغر مني بس هو حنين جدا، ويعني على طول قاعد معانا ونجتمع كلنا مع بعض، وقريب مننا كلنا يعني، من والدته ومن والده ومننا كلنا. طبعا النادي الاهلي نادي كبير وعظيم جدا، واحنا مبسوطين قوي اللي هو بقى في النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله نشوف الفريق الاول باذن الله قريب. علاقتي بيه كويسه، قريب مننا كلنا مش انا بس، انا واخواته. ويعني نظرتي ليه ان هو كلاعب انا شايفه ان هو يستاهل اكتر من كده، النادي الاهلي هو حلمه من صغره، وان شاء الله اشوفه قريب ان هو في الفريق الاول باذن الله. احنا عيله كرويه كلنا، بابايا كان بيلعب كرة وصغير، عمي بيدرب بره في السودان، واخويا عبده ان شاء الله كمل المسيره بتاعته، وان شاء الله هيوصل وهيبقى اكبر لعيب باذن الله. لا احنا من صغرنا واحنا بنتمنى ان شاء الله ان هو يكون في الاهلي، وبنحب الاهلي من زمان، هو اكبر نادي في افريقيا، وطبعا اي لاعب يتمنى ان هو يوصل للنادي الاهلي. بحب عبده، يعني بيلعب معانا كل يوم، واحنا بنحبه، هو دايما بيجيب لنا حاجات حلوه. زي ما شفنا في التقرير الصوت ما شاء الله، يعني فرحه كبيره، والعيله كمان اهلاويه كبيره. ايوه طبعا دول عيلتي وكل حاجه بالنسبه لي يعني. وعيله كرويه ما شاء الله. اخوك كمان كان لعب كده في النادي الاهلي. اخويا كان ولعب في المقاولين برضو، يعني لعب في المقاولين ولعب في مزارع دينا ولعب في نادي الاهلي هنا، كان مع كابتن بدر رجب كان مدربه يعني. بس فكلنا وبابايا برضو من يعني مع اخويا الكبير، اخويا دلوقتي 30 سنه، فبابايا معاه مش من مشوار من وانا صغير كده. انا زي اخويا كده بالظبط، بيديك نصايح ويتكلم معاك. طبعا بيكلمني على طول، يعني اكتر ما هو اخويا فهو بيتعامل معاه كاصحاب يعني بره الملعب، وبيكلمني كلام في الملعب وكلام كتير يعني. والدك طبعا ما سجلش معانا في التقرير عشان في الفتره دي هو في السعوديه بيعمل عمره. بيعمل عمره هو في السعوديه دلوقتي. هنحاول نجيبه لك دلوقتي على التليفون ان شاء الله عشان يكون موجود برضو معانا. عايزين نبتدي معاك بقى من الاول، بداياتك مع كره القدم، مين اللي كان بيحببك في الكره وانت صغير؟ هو يعني الفضل بعد ربنا لوالدي. هو كان من وانا عندي مثلا 3 سنين ولا حاجه كان بيمرني هو عندنا في نادي كده في مركز شباب ابو النمرس. كان بيمرني وتدريبات لحد ما وصلت ل6 سنين، رحت نادي المقاولين اختبارات، نادي المقاولين عرب.
كان كابتن اول مدرب كان اخذني في الفرقه كابتن محمود صادق، وبعد كده كابتن سامح يوسف وكابتن محمد رجب، وكان لعبت في المقاولين 7 سنين ما شاء الله. كنت انا كابتن فريق هناك في نادي المقاولين. انت من اوائل اللي اسسوا الفرقه دي. ما كانش في فرقه 2003 اصلا. يعني انا كنت رحت اتمرنت مع 2001 فتره لحد ما عملوا 2003. فبعد 7 سنين رحت وادي دجله، بقى لعبت في وادي دجله 5 سنين مع كابتن بركات علام وكابتن محمد رجب. كان لعبت 2 سنين في الناشئين اخر 3 مواسم دول كانوا مع الفريق الاول. الفتره اللي طلعت مع الدرجه الاولى في وادي دجله فرقت معاك؟ ايوه طبعا. كان وادي دجله كان لسه في الممتاز. طبعا كانت لعيبه كلها كبيره اللي بتلعب، اسماء كبيره دلوقتي وفي الدوري الممتاز، فالاحتكاك معاهم مع التمارين مع الاشتراكات طبعا بزيد خبره، وانا لسه سن صغير. كنت عندي 17 سنه او 16 سنه. اول ماتش لعبته معاهم كان ماتش الجونه. كان المدرب فاسيلو؟ كان بابا فاسيلو. بابا فاسيلو ماسك دلوقتي ماسك غزل المحله دلوقتي. كان عندي 17 سنه اول ماتش لعبتهم معاهم، ولعبت ماتش المصري برضو بعدها في نفس الموسم. اول مباراه كانت ايه؟ نادي ماتش الجونه. ماتش الجونه دي كانت اول مباراه ليك؟ كانت اول مباراه ليا. بعدها ماتش المصري. مظبوط. تفتكر المباراه ايه اللي بدات بقى تعلم اكتر مع وادي دجله مع الدرجه الاولى، وبدات تحط اقدامك وتثبت اقدامك مع الدرجه الاولى؟ هو كان اول ماتش لعبته ضد الدرجه الاولى كنا كان في فرقه الامل كده. كنا احنا بنلعب ضد الدرجه الاولى، فانا لعبت مع فرقه الامل. يعني فريق الشباب المكون فريق من الشباب. قطاع الناشئين بيلعب ماتش ودي مع الدرجه الاولى. مظبوط. فكانوا دول المواليد 99 اصلا. فانا كنت متصاعد معاهم. فلعبت الماتش ده، حتى لعبت شوط واحد. فبعد ما خلصنا الشوط كان كابتن عباية جمال هو ماسك في غزل المحله برضه مع بابا فوسيل، المساعد كان مساعد. كلمني وقال لي ان انت تاني يوم هتكون معانا في الدرجه الاولى. ومن ساعتها بقى وانا معاهم يعني، بس لعبت ماتشات وديه كتير معاهم. بس كانت اول ماتش رسمي العبه كان ماتش الجونه ده. من وادي دجله وانت بتلعب في الدرجه الاولى وبتطلع تتمرن، رحت منتخب مصر الشباب. منتخب مصر الشباب صح من الخطوات المهمه جدا. البطوله الاخيره اللي لعبتوها كانت بطوله العرب، كانت في السعوديه، كل الناس اثنت على منتخب الشباب، ظهرته بمستوى رائع. كابتن محمود جابر عامل توليفه حلوه على منتخب مصر الشباب. طبعا احنا منتخب مصر الشباب شغالين بقالنا 3 سنين او 2 سنين يعني. تجمعات كلها وماتشات وديه. طبعا كابتن محمود يعني مدرب على اعلى مستوى، مش مدرب بس، ده اب لينا معانا في المنتخب. فاحنا كل ده يعني من خلال كابتن محمود. وبطوله السعوديه دي احنا كنا نستحق ان احنا ناخدها، بس ما حصلش نصيب، كان ركلات جزاء. عجبتوني بعد الخساره هنا في مصر، ما كانتش الاداء ما كانش لسه. بطوله العرب اللي كانت مقامه في استاد القاهره، كان عندكم التصميم والاراده والعزيمه انكم تعملوا يعني بطوله كويسه في السعوديه. فعلا كل الناس اتفرجت في مباريات كنتوا متاخرين فيها وبترجع تتعادل وتكسب. لعبتوا السعوديه، لعبتوا المغرب، الجزائر، فرق كلها من العيار الثقيل يعني. لا هو البطوله العربيه الاولى كنا لسه يعني يعتبر صغيرين شويه، بس كان في اخر ماتش اللي هو قبل النهائي كان فيه اصابات كتير. كنت يعني انا اتصبت انا في قبل النهائي. وكان كريم الدبيس برضو ويوسف حسن. فكان كام لعيب كده في الفرقه اتصاب، ف يعني الماتشات اثرنا شويه في الفرقه، بس هم طبعا احنا كاملين يعني، مش احنا كلنا يعني، هم لعيبه على اعلى مستوى طبعا. فكنا رايحين البطوله اللي في السعوديه دي طبعا زي طار كده رايحين ناخده من السعوديه. طار بس بلغه الكوره يعني. بلغه الكوره. رايحين لازم نكسب ونثبت نفسنا يعني. مظبوط. فبس ما حصلش نصيب بقى في النهائي ركلات الجزاء بقى. عندكم في شهر فبراير بطوله كاس الامم الافريقيه صح؟ مظبوط. تكون في مصر، عليكم مسؤوليه كبيره. طبعا هتبقى بطوله كبيره جدا، وهنقابل فرق كبيره. وغير كده وكده ان هي في مصر، فدي حاجه تحفزنا ان احنا ما ينفعش حد يجي من بره ياخد يعني
احنا في بلدنا ما ينفعش ما نصعدش، فاحنا ان شاء الله بنوعد جمهور من البطوله دي بياخدوا اول وثاني وثالث ورابع يلعب كاس عالم. مظبوط كده. طيب عندكم فرصه كبيره جدا ان شاء الله. ان شاء الله نصعد اول كمان، مش ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع، ان شاء الله اول ان شاء الله، زي المنتخب مصر الاولمبي اللي لعب في مصر ووصل الاولمبياد بعدها. مظبوط كده ان شاء الله. حكايه كريم الدبيس معاك ايه؟ ابتديتوا مع بعض المشوار من المقاولين، رحتوا مع بعض وادي دجله، من وادي دجله مع بعض في منتخب مصر الشباب، منتخب مصر الاولمبي، مع بعض للنادي الاهلي. ايوه، هو كريم كان معايا في نادي المقاولين، فعلا بدانا مع بعض. بعد نادي المقاولين في نفس السنه اللي احنا مشينا من المقاولين فيها مشينا مع بعض، رحنا دجله. وبرده كانت نفس السيناريو، يعني لعبنا سنتين في الناشئين وطلع معايا دوري ممتاز برده يعني، ولعب معايا في فريق اول 3 سنين، وبعد كده انتقلنا برده للاهلي مع بعض في صفقه واحده يعني. دي صورتك في التمرين. دي في منتخب الاولمبي. كان بس كان لسه كان الشباب 2001 مع كابتن ربيع ياسين. انت كنت موجود مع منتخب مصر اول امبارح، منتخب مصر الاولمبي صح؟ كنت موجود على ما فاز على اسواتيني 1-0. 1-0. كنا موجودين في الماتش. طبعا هم ضامنين مجموعه من اللاعبين منتخب مصر الشباب للمنتخب الاولمبي، وانت من ضمن العناصر دي. احنا 3 من منتخب 4. انا وكريم الدبيس ورافت خليل واياد عسقلاني بيلعب في الاسماعيلي. تمام، كل التوفيق ليكم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل بقى اسالك عن مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بحضراتكم بضيفي عبد الرحمن رشدان. عبد الرحمن، قول لي بقى، شفت مباراه السوبر فين بين الاهلي والزمالك؟ مباراه السوبر شفتها، كنا في معسكر المنتخب الاولمبي. بس شفت الشوط الثاني بس، لان كان عندنا تمرين في نفس وقت الماتش. فكان تمرين خفيف يعني كده، فخلصنا لحقت الشوط الثاني بس. اوعى تقول لي ما شفتش هدف زافيو. لا شفته طبعا. هدف كتير قوي. لا شفته. هدف عالمي طبعا. عجبك الماتش؟ طبعا كان ماتش كويس، ونادي الاهلي يعني كان طول الماتش ماسكين الماتش كويس وبيلعبوا كوره ودعوا كذا هجمه يعني. كان معانا تقرير من شويه كل الاسره صح؟ مظبوط. الحاج رشدان محمد ما جاش عشان السعوديه بيعمل عمره. دلوقتي معانا هاتفين على التليفون من السعوديه الحاج رشدان محمد. تحياتي ليك يا حاج رشدان. ربنا يخليك يا ندي، ازيك يا كابتن قسامه؟ اولا ربنا يتقبل ان شاء الله. يا رب، ربنا يتقبل يا رب، وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي بقى شعورك بعد انضمام عبد الرحمن للنادي الاهلي. انا والله شعوري ما مش عارف اقول ايه. نادي محترم، نادي كبير، نادي احسن نادي مشهور في مصر ولا في الشرق الاوسط، ده في العالم كله. طب انت تقول ايه بقى لعبد الرحمن؟ يعني النصيحه اللي انت تنصحه بيها بعد انضمامه للنادي الاهلي، وانت بتتكلم وتقول النادي الاهلي من اكبر الانديه في العالم، وهو دلوقتي اصبح لاعب في النادي الاهلي، النصيحه اللي انت بتقولها له دلوقتي ايه؟ انا بقول له شد حيلك، ودي البدايه، واللي فات كله قوم، ودلوقتي قوم تاني. لازم تكون قادر بالفانيله اللي انت لابسها. لازم تجيب كل البطولات، مفيش بطوله ان شاء الله تعدي منك. لازم تتعب وتشقى وتعرق عشان تبقى على قد المسؤوليه. النادي الكبير مش زي اي نادي، لا، نادي بطولات ونادي محترم ونادي عالمي، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عبد الرحمن قدير فيها، ويبقى ان شاء الله هيبقى مع النادي الاهلي على قد المسؤوليه باذن الله. ان شاء الله، احنا بنتمنى له كل التوفيق. قول لي بقى امتى ابتديت تعرف انه هو صغير ممكن يكون له مستقبل في الكوره؟ يا كابتن اسامه، ده مشوار كبير قوي. قال لي، حكى لي عليه من 3 سنين، مركز شباب النمرس والمقاولين، وادي دجله، بعد كده النادي الاهلي. والله العظيم يا كابتن، لو انا قلت لك ما تصدقني. انا خليه تجربه مع اخوه الكبير صلاح. ده لعب في الاهلي، لعب مع الكابتن عادل عبد الرحمن، ربنا يديله الصحة. مدرب محترم محترم محترم، كابتن عادل عبد الرحمن. حقيقة طبعا.
كان على كان كان في تعبير اجنبي وكان المترجم بتاعه محمد كابتن محمد وهبه ولا محمد وهبه وهبه ده من زمان كان كروفر كان في قطاع الناشئين ايوه الله الله عبد صلاح ده كان دفعته عفرته ايوه صح مؤمن زكريا مظبوط ومؤمن زكريا واحسن شكر حاجه شكري كده احمد شكري واحمد شكري ايوه بس ما حصلش نصيب بقى فانا كملت مع عبده بقى عبده بدات معاه وهو عنده سنتين بالظبط والله كان عنده سنتين بالظبط بدات معاه المشوار يعني من هو عنده سنتين انت بدات تستبشر فيه خير انا بقيت ادربه لان انا خلي بالك انا لعبت مع كابتن احمد شويه العيله ما شاء الله كرويه يعني انا لعبت مع كابتن احمد شوبير في كنا كان في زمان مسابقه 21 سنه لعبنا مع النادي الاهلي وغلبونا ساعتها 3-1 طب الناس قالوا لك يا حاج رشدان بعد انضمام عبد الرحمن للنادي الاهلي لا انت ما تعرفش الناس قالوا لي ايه ده انا البلد كلها جت باركت لي البلد كلها باركت لي وقالت لي دي خطوه حلوه وخطوه دي بدايه الطريق يعني الناس كلها فرحانه ابو النبرز وعبد الرحمن شرف ابو النبرز وشرف عيلته ابو حمده كمان وان شاء الله يشرفهم اكتر واكتر وهو متواجد مع الدرجه قول لي بقى اخيرا وانت في السعوديه كلمك قال لك تجيب له ايه معاك وانت جاي عبد الرحمن ده كابتن اسامه عبد الرحمن ده راجل 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 حقيقة وهتحسوا بيه ان شاء الله لانه راجل وعنده شخصيه وراجل يعني بص على قد المسؤوليه ربنا يوفقه ان شاء الله اخيرا بقى حاج رشدان وانت في السعوديه في اطهر بقاع الارض ادعي لنا بقى معاك وادعي لعبد الرحمن والله ادعيت لك ماتش السوبر على فكره انا كنت رايح ماتش السوبر اسال الكابتن امير توفيق انا قلت له ان شاء الله عبد الرحمن لو نزل تمرينه في فلسطين هتاخده معاك في السوبر بدل ما اروح الامارات رحت السعوديه طب كويس طب هقول لك بقى بص تخير انت معايا على الهوا دلوقتي ربنا يخليك بعد مباراه الداخليه بكره كولر قرر تصعيد 4 لاعبين من ضمنهم عبد الرحمن رشدان ده من الاخبار الحلوه ليك وانت في السعوديه دلوقتي والله يا والله والله يا كابتن اسامه بدعي لكم وبدعي للكابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ومسكت الكعبه بايديا ودعيت لكم كلكم والله ربنا يكرمك نادي الاهلي نادي محترم ونادي يستاهل كل خير والله ربنا يكرمك يا حاج رشدان وتشوف عبد الرحمن حاجه جميله كده ان شاء الله ومن العناصر الاساسيه في النادي الاهلي وكمان في منتخب مصر بنشكرك شكرا جزيلا حاج رشدان محمد والد عبد الرحمن رشدان ما شاء الله الوالد اهلاوي جامد جدا يعني لا انا والدي في موضوع الكوره ده من هو صغير كان بيلعب كوره فحياته في الكوره كبيره مع اخويا صلاح الكبير ومعايا زي ما قلت لك بادئ معايا من وانا عندي سنتين يعني وهو بيحب النادي الاهلي جدا يعني دلوقتي من الاخبار الحلوه انا واحنا على الهوا كولر بعد مباراه الداخليه قرر تصعيد 4 لاعبين شادي رضوان عبد الرحمن رشدان محمد اشرف كريم الدبيس هتكونوا موجودين ان شاء الله في تدريبات الفريق الاول بالنادي الاهلي شعورك بقى والفرصه بدات تقرب وانت جاي وهتكون متواجد في تدريبات الفريق الاول بالنادي الاهلي طبعا خبر كويس جدا وانا حاطط في دماغي ان انا جاي النادي الاهلي اصلا جاي الخطوه اللي انا ان شاء الله اكون متواجد في الفريق الاول ودي تكون محطه من الفريق الاول لمنتخب مصر الاول باذن الله ان شاء الله ويعني انا على استعداد للخطوه دي وجاهز وان شاء الله اكون عند حسن ظن الجميع في الفريق الاول وباذن الله ربنا يكرم يعني ان شاء الله عبد الرحمن بتلعب في كذا مركز يعني المركز الاساسي عندك تلعب مساك بتلعب برضه باك رايت بتلعب في وسط الملعب النهارده اللاعب اللي بيلعب في كذا مركز بتبقى يعني ليه افضليه عند المدير الفني هو انا افضل مركز بتحب تلعب فيه ايه كمان برضه هو افضل مركز بحب العب فيه هو سيرد باك مساك مساك ولعبت انا في دجله وفي المقاولين
يعني كنت دايما العب سيرد باك وديفندر وباك رايت، حتى مع المنتخب بنلعب بثلاثه، فدايما انا السنتر باك اللي على اليمين. على اليمين عشان يعني بزيد بالكوره وببدا من تحت وبطلع بالكوره يعني. فدايما بلعب ناحيه اليمين، بتبقى عامل زياده هجوميه اكتر. بس فان شاء الله ربنا يكرم كده فوق في الدرجه الاولى، وما فيش مشكله في المركز يعني اي حته العب فيها طبعا. طب قول لي بقى مين اللي عجبك من لعيبه الفريق الاول الدرجه الاولى، خاصه كمان هنقول مباراه السوبر، مين اللي عجبك من لعيبه النادي الاهلي؟ لا، هم اكتر حاجه عجبتني في ماتش السوبر خط الدفاع بتاع النادي الاهلي كله، يعني من اول اكرم توفيق لحد علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي. ما شاء الله يعني الماتش ده كانوا رجاله قوي اكتر. شايف الثنائيه دي عامله ازاي؟ لا هي الثنائيه دي مركزك مساك محمد عبد المنعم ومتولي، هم كويسين جدا الثنائيه دي مع بعض، ولاعيبه رجاله. وبرده الميزه اللي في الثنائيه دي ان هما الاثنين بيلعبوا كوره، فبيبداوا كوره من تحت، وفي نفس الوقت مش بيخاطروا بهجمات عليهم ولا حاجه، وبيلعبوا رجاله يعني. بس شفت محمود متولي وهو راجع بعد غياب فتره كبيره، عنده الاصرار عنده العزيمه، حجز مكان اساسي وما شاء الله دلوقتي من العناصر الاساسيه، واداء رائع خلال المباريات السابقه كلها. لا طبعا محمود متولي لعيب كبير، ويعني هو ماشي بشكل كويس جدا الفتره دي، وعودته من الاصابه فدي بتبقى عايزه اصرار، ودي بتبقى شخصيات لعيبه ان هو يتصاب ما يقعش، لا بيرجع وبيرجع احسن من الاول كمان، وده اللي هو عمله دلوقتي ان هو بيلعب اساسي يعني وماشي كويس. عبد الرحمن رشدان من ابو النمرس للمقاولين لوادي دجله الاهلي، في المشوار الصغير ده لسه ما ابتداش، هيبتدي ان شاء الله اكبر مع النادي الاهلي، مين صاحب الفضل عليك؟ هو صاحب الفضل عليا طبعا والدي بعد ربنا. والدي وكل العائله يعني، والدي واخويا الكبير واخواتي اخواتي البنات برضو يعني، بيبقى في كلام منهم، ووالدتي طبعا كل فضل ليها، وبيتعبوا معايا في البيت يعني. بتزعل من النقد بعد اي مباراه مثلا ما اديتش فيها، ممكن اختك اخوك يكلمك حد صاحبك، ولا بتاخد دايما النقد ده وتحوله لطاقه ايجابيه وتشوف السلبيه كانت فين وتتعلم وعايز تصلحها؟ ده هو طبعا انا باخده ان هو بطاقه ايجابيه وبتعلم منه، بس بجانب ان اخواتي كلهم بيكلموني البنات حتى يعني، واخويا الكبير ووالدتي، هم ممكن يعني البنات في الكوره مش قوي، بس بيكونوا فاهمين حاجات كده فبيكلموني برضو، وهم كلهم واقفين جنبي يعني، وانا ان شاء الله اشرفهم وبقول لهم ربنا يخلوك ليا، وان شاء الله اكون حاجه كبيره كده واسعدهم كلهم. وبقول لاخويا النهارده عيد ميلاده، وكل سنه وانت طيب. طيب فرصه على الهوا، كل سنه وهو طيب. اخيرا بقى عشان وقت برنامجنا، طموحاتك ايه مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه؟ طبعا اول خطوه ان انا اكون من بعد ماتش الداخليه ده في الفريق الاول واكمل معاهم، وباذن الله قريب قوي ان شاء الله اشارك معاهم واحقق بطولات بقى، لان النادي الاهلي نادي كله بطولات يعني. وان شاء الله المنتخب الاول من النادي الاهلي، واحنا ان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق عبد الرحمن مع النادي الاهلي ومنتخب مصر الشباب، منتخب مصر الاولمبي، ونشوفك من العناصر الاساسيه ان شاء الله في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بشكر ضيفي وضيفكم عبد الرحمن رشدان، اللي بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره القادمه مع النادي الاهلي، ايضا كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي. بكره عندنا مباراه مهمه ومباراه صعبه جدا امام الداخليه، عندنا غيابات، عندنا لعيبه مهمه مؤثره هتغيب عن لقاء بكره، لكن عندنا ثقه ان شاء الله في الله سبحانه وتعالى، ثم في كل لاعبي الفريق الاول بالنادي الاهلي. عايزين نستغل السوبر الاداء الرائع، وعايزين نثبت على هذا الاداء عشان طموحنا كبير هذا الموسم ان شاء الله بطوله الدوري. نقدر لعيبه النادي الاهلي مشوار الدوري مشوار طويل، لكن كل مباراه بكل ثلاث نقاط مهمين جدا. في النهايه كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، واشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع القادم مع حلقه جديده من الاشبال، لكن ان شاء الله يوم السبت القادم على قناه النادي الاهلي كالعاده هنذيع لحضراتكم مباراه في بطوله الجمهوريه مواليد 2005، هتكون الاهلي وفاركو في بطوله الجمهوريه، ونكون مع حضراتكم على الهواء مباشره الساعه 2 ظهرا باذن الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، شكرا والى اللقاء.